رضا تتفق مع كابتن كامونه، هل المباراه فعلا ما كانتش مثيره او فنيا ضعيفه؟ لا، الشوط الثاني عليت جدا سواء من نادي الزمالك اللي هو كان تسيد، وطبيعي طبيعي ان النادي الاهلي جاب جون وحقق الهدف فلازم هيتراجع اول ما دخل في جون. يعني مفيش يعني مش لازم اللعيبه، هي الفكره ان لو كان اللعيبه ده ست تاني في ظل ده في الاول نادي الزمالك اللي هو عنده الصدمه دي بتاعت الهدف. بص يا فاروق، الكلام ده بعد هدف تاني. بعد الجون الاولاني بتاع شريف لو النادي الاهلي كان داس كان جاب التاني والتالت. ليه ما حصلش كده كابتن وجهه نظرك؟ لان خلاص هم جابوا الجون وخلاص، وهو اصلا ما فيش ولا لعيب فايق. هل هي حاله جماعيه مثلا ولا حاله ولا تعليمات ولا لعيب فايق؟ انت في اخر الموسم، اللعيبه جايه من منتخب مرهقه، اللعيبه جايه اللي انا بكلمك على النادي الاهلي ما بكلمكش على النادي الزمالك، مرهقه، لعيبه عارفه انها هتلعب زي الشناوي وزي حمدي فتحي وزي واخد بالك. هو لو كان رمى 2 3 وجدد، انا قلت وقلت قبل كده، قلت ان هو ادي لمصطفى شوبير. هو الاهلي ما لعبش ناشئين زي الزمالك. ما انا بقول لك اهو، ادي لمصطفى شوبير. لا، ما هو ادي لحسين الشحات باكراي. انا جاي لكم بسؤال. طب بس ما ماشي، ادي لحسين الشحات باكراي. انت شايف ان حسين في الحته دي، وعلى فكره الجون الثاني اللي جه تعادل باديه من عند حسين الشحات، صح؟ اللي اتعملت لطاهر وطاهر قطم وقام جاي رافع اللي رافع بتاع طاهر، واخد بالك؟ فاذا ده مفتاح لعب. حط في نص الملعب، انا قلت يلعب بمحمود متولي مكان رامي ربيعه، وخلي واحد قوي زي ياسر ابراهيم وواحد بيعرف يباصي. اتنين اللي هم الديفندرات ما كانوش فايقين خالص النهارده، لا السوليه ولا حمدي فتحي، واخد بالك؟ ده اللي اثر على الحته الهجوميه. طبعا بيرسي تاو الكوار اللي جات له مش كتير، نفس الكلام لاحمد عبد القادر مش كتير. بس تاو متاثر برحيل المسلمين يا كابتن؟ اكيد طبعا. هل ممكن المستوى الفني يبقى مختلف كمان في الايام الجايه؟ غير انت عارف والدليل ايه؟ ان بين الطبيعين خرج، هو كان بيخرج قبل كده ايام موسيماني؟ دي ملاحظه. كان بيخرج؟ ملاحظه منك اهي. لا، وعارف ان هيلعب ومش هيخرج، واخد بالك؟ وعلى فكره النهارده مع موسيماني سيء وبيفضل في الملعب. وعلى فكره النهارده هو يعني مقياسا بكل اللعيبه هو زيهم، كان المفروض يصبر عليه شويه يعني. بس طبعا سامي طبعا المهم يعني مش عايزين نتكلم كتير فيها دي حاجه. الناحيه التانية بقى الاداء اتعدل ليه؟ طبعا شيكابالا، وانا قلت كلمه السر شيكابالا. طيب انت عندك بتلعب بسيد نيمار ودي مش حتته، طب ما انت حط في الحته دي، حط في الحته دي. انت بقى بتلعب بناشئين عشان لا قدر الله حصل حاجه، يبقى انت غصب عنك. انت عايز تلعبهم الاول انا كابتن؟ هلعب مين؟ الناشئين. لا انا بقول لك اهو، حط في ناحيه الرايد امام عاشور. ده انت قلت لي قبل كده ان انت كنت حط تلعب صفر ربع فرجمه باللعيبه من الاول، لعيبه الناشئين دول اللي هم لعبوا دول يلعبوا من الاول. بس مش بص، الاثنين اللي هم سيف فاروق جعفر واسامه نبيل. وتقعد مين؟ قعد اي حد. مين هتقعد؟ بن شرقي. قعد نيمار. هتقعد بن شرقي مثلا؟ لا، انا جاي لك في الكلام ما تسبقش.